去。<Sure. S 2> sure. متابعين ومتابعات شفت فيديو الله عليكم ومرحبا بكم معنا من مدينة القناطرة معنا السريدة داوي احتياج خاصة مرحبا بك السريدة معنا اللي نجح في الباك ب 17.09 غادي نعرفو من مجموعة المعطيات السريدة مرحبا بك مرة أخرى وتفضل معنا المايك هكذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم معكم رضا قريش تلميذ معهد سابق تلميذ سابق بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم مكفوفين بتمارة حصل على شهادة البكالوريا اللي بفضل الله كانت الأولى على صعيد الوطني بالنسبة لفئة المكفوفين وبهذه المناسبة بغيت نهن جميع إخواني المكفوفين على النسبة المشرفة العالية النجاح النسبة 92.95% وكنتمنى أنه إن شاء الله يوصل علينا وقت اللي نشوفوا فيه الكفيف ناجح 100% شكرا لك السيد عشنو ان شاء الله ديم من بعد باكر ان شاء الله هو في الحقيقه <applause> تعددت الطموحات ديالي انا من من فتره الصغر ولكن نتم على الطموحات اللي رافقت فتره النضج ديالي حيث انني كنت باغي ناخذ تحدي ونصبح مبرمج لانني كان امن بالدور الكبير للتكنولوجيا في حياه الانسان والتقدم والتطور ديالو خصوصا بالنسبه لنا حنا كذوي احتياجات خاصه حيث ان قادره تخلق لنا بزاف ديال الفرص قادره تخلي الكافي في يقرا لي دوكيومون ديالو براسو يتنقل بكل حريه خصوصا في ظل التطور ديال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ولكن للاسف بالنسبه يعني بفضل آه يا غنقول بالفعل بفضل لانه فتحت لي عيني على واحد المجال اخر بفضل غياب الطريق هذا المجال هذا ديال التكنولوجي بالنسبه لي انا ككفيف لانه توجهت ادبي نظرا لاستحاله التوجه العلمي وبالتالي استحاله متابعه الدراسه في ميدان الكمبيوتر ساينس قررت انني نساير التيار ونتوجه في مجال العلاقات الدوليه نظرا للاهميه الكبيره لهذا المجال هذا وترابطات اللي قائمة ما بين دول العالم في مختلف المجالات واللي ممكن أن الكفيف حتى هو يكون فاعل أساسي في هذا الميدان هذا يا سيد عنا كيف دوزتي كيف دازت دي الامتحان ديالك؟ هو أولا بخصوص الباك سمحوا لي نهنئ جميع افراد قسمي وجميع المكفوفين اللي نجحوا في الباك مبروك عليكم اخواني اخواتي وكنتمنى لكم مسيره موفقه الباك خصوصا في معهدنا بتماره كان هذا العام تجربه فريده من نوعها وكان سبق لتجربة الامتحانات الدامجة اللي بدأت من السنة ديالنا الماضية فهاد أكتوبر هذا في الجهاوي بحيث أننا اجتازينا الحمد لله هذا العام الامتحان في مركز امتحان عادي مع ناس مبصرين إذا الظروف دازت استثنائية وجميلة كتحس أنك كتجتاز امتحان طبيعي 100% حتى على مستوى التكييف والأسئلة ديال الامتحانات كانت في المتناول وكانت كتعكس لاكسيسيبيليتي في في العمليه التعليميه على جميع المجالات وبغيت نشكر كاع الناس اللي ساهموا في انجاحنا وفي انجاح هذه التجربه الامتحان اللي كانت نجاح حتى بالنسبه لهم همايا على راسهم المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين وفرع تماره اللي سخر لنا جزء من الامكانيات ديالو اللي كيتمتعوا بهذا الفكر ديال المبادره مثل السيد مدير معادية تماره و أي واحد كيهتم بإدماج الكفيف في المجتمع وفي التعليم. أنا الحمد لله اجتازيت الامتحان بمستوى راقي وجميل جدا. كانت الظروف مريحة وكانت أسئلة سهلة وكان تعامل زوين مع الورقة وبغيت نشكر ورقة الامتحان بالطبع. وبغيت نشكر جميع الناس اللي ساعدونا بخصوص المرافقين ديالنا ديال الامتحانات والكتاب سريده بغينا نسولك انت ساكن في قنيطره وحسب اللي غتكلمتي انك كتقرا في تماره، واش كان وسيله النقل من قنيطره لتماره؟ تلقاش صعوبه ضروري معلوم راه سيره ذاتيه انا راه واقيلا غادي خصني ندير شي كتاب ندير فيه قصتي مع القطار لا at لانه خلال 12 سنه من من كنت طفل مني بديت في البدايه كانوا الوالدين ديالي هما اللي هازين معايا هذا الحمل هذا كانوا كيفيقوا معايا قبل بزوغ الفجر وكيبدلوا معايا هذا المجهود هذا وكيوصلوني وبغيت نشكرهم بزاف ونقول لهم انني فخور بكم من هذا المنبر الوالدين ديالك الام ديالك وانني ما درت ما غادي نوفي ولو جزء بسيط من المجهود اللي درته معايا باش انني نقرا آه كانوا كينقلوني بسميتو ولكن فاش كتحتاج فاش كيجي الامر لواحد آه الانسان شاب بطبيعه الحال كيبغي يتحمل ولو جزء بسيط من المسؤوليه ديالو وما كيبقاش يبغي يعذب لي بارون ديالو فانا وليت كنلجا للتنقل سواء بوحدي سواء مع الاصدقاء وكان عندنا غالبا وسيله النقل الرئيسيه اللي هي القطار ما دام المدرسه بعيده وبالنسبه للجميع يعني الناس اللي الموسرين يعني كيتنقلوا المدارس ديالهم بشكل عادي فالقطار كنا كنعانيو من مشاكل على مستوى مجانيه ديال التنقل حيث انه كاين اللي كيقول ان النقل مجاني وكاين اللي كيعرقلك كي لك وفي بعض الاحيان ماشي حتى كيشرح لك كيعاملك بواحد الطريقه لا إنسانية ولكن على العموم أغلبية ديال الناس كانوا كي, كي يعني كي في هذه المسألة هذه وكان القانون تطبق وكان بسلاسة وهذا هو يعني ماشي غاية بل هي مجرد وسيلة باش نوصلوا لواحد الغاية أسمى اللي هي أننا نتقدموا في عملية التعلمية ديالنا غادي نعاود نسالك سؤال اخر وان شاء الله سؤال ديال جينيرال اللي باغي تدرس فيها هذه الجامعه التي اللي باغي ندرس فيها اولا انا تعرفت عليها في اطار اهتمامي بميدان البحث العلمي في التكنولوجيا <applause> والذكاء الاصطناعي حيث انها كتمتلك واحد من اكبر الحواسيب في العالم واكبر حاسوب قاريا ونجاح بالنسبه للوطن ديالنا هي لونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك جامعه محمد السادس متعدده التخصصات كنت تعرفت عليها وراسلتهم باش يعني نسول على واش كاينه شي امكانيه انني نتوجه في ميدان التكنولوجي والكمبيوتر ساينس على الرغم من انني عندي باك ادبي ولكن ما جاوبونيش ومن بعد تعرفت على لا فاكولتي دو غوفيرنونس سيونس سوسيال اللي كاينه في الرباط واللي تابعه لهذه الجامعه هذه وبغيت نقرا فيها تخصص العلاقات الدوليه ولكن للاسف البارح فاش مشيت للجامعه كان بصراحه واحد لاتيتود مزيانه تعامل زوين ولكن كان المشكل اللي لقيته انه يعني المهله ديال الترشح للجامعه انتهت وبالفعل التلاميذ اللي تم اختيارهم قبليا اجتازوا الكونكور ديالهم وهنا اسمح لي نتعرض لواحد المشكل بسيط هو انه كاين ما نقولوش غياب لانه كاين بعض المجهودات ولكن كاين ضعف في التوجيه التربوي للفئه ديال المكفوفين على مستوى دراسات ما بعد البكالوريا وما كاينش واحد انفتاح في الافق على هذه المدارس والمعاهد اللي عندها توجهات تقنيه او تطبيقيه هذاك الشيء علاش انا ما مثلا كمثال ما كانش عندي علم بانطلاق ديال عملية التسجيل، وبالتالي دفعت الثمن ديال واحد الخطأ اللي نقدر نكون ارتكبت واحد الجزء منه ولكن ما كنتحملش فيه كامل المسؤولية، لذلك كنتمنى ولو انه يتم يعني تكثيف المجهودات والانفتاح على جميع الآفاق الدراسية بالنسبة للكفيف كونه قوة خارقة، نقول خارقة. كنتمنى أنه يعني وفهد ده كنت وفي هذا الباب هذا كنتمنى ناشد اعلى مستويات يعني وزاره التعليم سيد وزير التعليم آه الناس المكلفين بالتعليم العالي والناس كناشد حتى آه سيدنا جلاله الملك نصر الله وايده. انهم يتيحوا لي آه فرصه انني نلتحق بهذه الجامعه هذه وانا مستعد نجتاز الكونكور ويطبق عليا ما يطبق يعني على اي فرد ونتبدل الكفاءه ديالي في هذا الكونكور هذا لان هذه الفرصه هذه غادي تتيح لي بزاف ديال الاشياء خصوصا انني انا يعني من من الطفوله ديالي وانا كندرس في معهد محمد السادس كنتمنى نكمل حتى الدراسه ديالي في جامعه محمد السادس باش يظل هذا الاسم الشريف مرافق للمسيره التعليميه ديالي من البدايه الى النهايه ان شاء الله ان شاء الله والمتابعين ديالنا الكرام كيقول لك الف مبروك وحنا ثاني بالدور ديالنا كنقول لك الف مبروك شكرا جزيلا جزيلا للجميع كيفما تبعتم انا متابعين الكرام هذا السيريدا من ذوي الاحتياج الخاصة اللي جاب 17.09 السعود تبارك الله جاب نقطه عاليه حسن جدا دورنا نقول له مبروك و الف مبروك كذلك المتابعين كيقولوا مبروك و الف مبروك شكرا ايضا دورنا نقول شكرا للمتابعين والمتابعات شوف تي في على المتابعه وتبارك الله عليكم أمسية سعيده